السلام عليكم. بالنسبه للميزانيه الجماعه كتعيش على الطيفيه ديال الداخليه، ما كتلبيش طلبات ديال الاحتياجات والمتطلبات ديال الساكنه، لان ثلثين من الميزانيه كتمشي للموظفين. كيبقى واحد الفائض ديال 40 حتى 50 مليون في السنه كيمشي للتجهيز، بالتالي ما كتلقاش الجماعه باش دير تجهيز في المجال ديالها، بخصوص الطرق ولا حفر الابار ولا بالنسبه للملاعب القرب ولا داكشي. ما يمكنش للجامعه ديرو الا لما عطاتش جات شي اعانه من الجهه ولا من المجلس الاقليمي. بالنسبه لهذا التفويت كنظن انه صائب بحكم الدوريه اللي جات من عند السيد الوزير من 1972 تعطى هذا البام اللي من مورانا هو كتشوفوه اللور باش يكون التعمير ديال المنطقه ولا الاسكان ديال السكان، لان المنطقه كانت خاويه من 1972 حتى ل 2021 تقريبا 49 سنه، والجماعه ما كتستافدش من هذه البقعه ديال الاراضي اللي تبنات فوق منها هاد الديور هادو. وعلاش ما تكونش هذه بالنسبه لهاد المجلس مداخيل اضافيه باش يعاود يستثمرها في مشاريع تنمويه في الجماعه ديالو. وكاينين ديور ديال الجماعه بناتهم قدام تا هما تقريبا واحد 40 سنه ولا اكثر. علاش ما يتفوتوش لمواليهم، مع العلم انه صومه الكراء ما كتفوتش 60 درهم وما كتحصلش بها، محصل المداخل ما كيتوصلش بها لان الناس ما كيبغيوش يأديو. علاش ما تكونش حتى هي هذه المساله هذه حتى هي تقوي ولا تعزز المداخل ديال الجامعه باش يمكننا نستثمرها في حوايج اخرى اللي واقفه عليهم الجامعه دابا وما عندهاش امكانيات ماديه باش توفرها. لا ما يمكنش، لان خاص ضروري خاص الجهه والمجلس الاقليمي يعاونوا هذه المنطقه اللي هي ضعيفه ما عندهاش مداخيل ما عندهاش. كاين الديور ديال الجماعه اليوم ما كما قال الاخ سعيد ما كيخلصوش الكراء، ما عندهمش عقاد الكراء. كاين حوانت ديال الجماعه تا هما ما كاين لا خلاص، اللي كراهم داخلين كانوا داخلين الدعوه مع الرئيس، الرؤساء اللي هما سابقين قبل من هذا قبل من الاخر، واللي تنطلبوا حنا من بحال السيد العامل يتدخل والجهه تعاون هذه المنطقه هي والمجلس الاقليمي ورفعوا من القيمه ديال الميزانيه. الاشكال اللي وقع هو الترونسبور ما تيمشيش للتلاميذ عين المكان، لان كاين التلميذ بعيد على الطريق بواحد 10 كيلومتر 12 كيلومتر تيجي على رجليه باش يوصل للكودرون، باش النقل يجي الشيفور ديال النقل يوقف في الكودرون ويلا يهزهم، لان خاص هذا النقل يدخل واحد المسافه اللي يتجمعوا فيها التلاميذ والطلبه ديال الثانوي باش يجيبهم للمؤسسه ديال سيدي بطاش. كاين اللي كاين الطرق الثانويه ولا المسالك كانت تكون واحد التعبئه باش يتصلحوا دوك المسالك باش يوليو اكسيسيبل لدوك السيارات ديال النقل المدرسي، باش ما يمكنش دوك الدراري يضربوا واحد المسافه بعيده باش يخرجوا للطريق المعبده. بالنسبه للجهه حنا كنهضروا على الجهه، وحنا في الجهه ديال الدار البيضاء الكبرى اللي هي جهه وسقوط صناعي وكذا. التنميه كما قال صاحب الجلاله لا مركزيه والتنميه المستدامه، علاش ما تكونش عندنا في البلاد هنايا واحد المصانع واحد جوج ولا ثلاثه الوحدات الصناعيه ربما غيشغلوا الشباب اللي هو كاليفي اللي كاين في المنطقه ما يهاجرش للمدينه، وعاوتاني تزيد الطيفيه، لان اون فوا كيكون الوزين كتكون الطيفيه كتزاد لينا في الطيفيه. اذا هنا كيبقى المشروع التنموي ديال الجهه ما كيشوفش بحال هاد الجماعات الفقيره اللي هي عندها الهشاشه، بحكم ان قريبين للمرسى وكذا راه غادي يكون الصناعه والتحويل قريب للمرسى والتصدير وكذا. اما بهاد المنطقه اللي بعيده من كازا ب 80 كيلومتر كتبقى مهمشه، وهذا الشيء اللي كيساعد على الهجره وما كتكونش التنميه في المنطقه. هذا هو المشكل. والرئيس كان رد ديالو قال لك انا موجود اي وقت نتدخل في اي مساله، ولكن دائما الرئيس او المجلس كيستاشر مع المجلس ديالو، كيقول لك بان الطريق لان هي ماشي غودرون ما يدخلش لها النقل، ولكن بالنسبه للوليدات مكرفسين تيخصهم على الاقل، لان دكار ومعطي الجماعه الا باش يدخل المكان ديال الوليدات في المجموعين. كاين الشتاء، كاين البرد، كاين هذه، خصو يدخل لعين المكان اللي هما موجودين فيه واحد المجموعه ديال الوليدات ويهزهم من تما، لان الاباء تيتكرفصوا الامهات. الشتا جايه دائما مكرفصين دوك الوليدات، فين غيدرقوا، فين غيتغطاو، فين هادي، الا ما كانش الكاريجيهم في واحد الوقت لواحد المكان معين قريب لهم ويهزهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.